الهلالي الكابتن طارق. ألف مبروك كابتن طارق، أبدعتم وتوجتم هذا العطاء بالفوز. والله الحمد لله، نشكر رب العالمين على النتيجة. زي ما تعرف مباراة كاس ما فيهاش معناها حكم أنا مسبق المباراة، من أن الهلال مباراة سهلة، بالعكس فريق الحزم فريق محترم، قرينا له الحساب. لكن طبعا مباراة الكاس دائما فيها مفاجآت، وهذه كرة القدم. أنا تشوف في كأس العالم الفرق الصغيرة لازم تحرج الفرق الكبيرة، لكن الحمد لله أنا بخبرة لاعبين الهلال قدرنا، من وصلت مباراة صحيح 120 دقيقة قدرنا في النهاية نفوز ونترشح نصف النهائي. الفريق الهلالي قدم شوط في الشوط الإضافي الأول مستوى مميز عكس الشوط الأول والشوط الأصلي الثاني، ما الذي أحدثه المدرب؟ والله تعرف إرهاق، معنا مباراة النصر كانت قبل 4 أيام، ما فيش معناها وقت يلتخطوا لاعبين أنفسهم، وزي ما تعرف أنت بعد 4 أيام مباراة ضد الأهلي في الدوري معناها ضغط كبير على اللاعبين، ضغط المباريات. أنا شفت معناها اللياقة البدنية خلتنا نلعب 120 دقيقة بأكثر أريحية، وزي ما تعرف قلت لكم مباراة الكأس دائما واحد يحتاط منها، الحمد لله ناخذ منها درس مباراة اليوم، والحمد لله ترشحنا النصف النهائي المهم.